اليوم سوف أتكلم عن مختبر الأحياء الدقيقة والمناعة. أولاً سوف أبدأ بأقسام المختبر. القسم الأول هو قسم البكتيريا والطفيليات. القسم الثاني قسم الأحياء الجزيئية. القسم الثالث قسم المناعة. والقسم الأخير هو قسم علم الأمصار. علم البكتيريا فيه يتم تحليل جميع وكافة العينات، وعندما أتكلم عن العينات أقصد من الرأس وحتى أخمص القدمين، وبذلك يشمل عينات الدم، عينات الأذن، عينات الحنجرة، عينات البول وغيرها من العينات، وذلك للبحث عن البكتيريا المسببة للأمراض المختلفة في الجهاز الهضمي والمسالك البولية والجهاز التنفسي وجميع أجزاء الجسم. بالنسبة لعلم المناعة فيتم البحث عن أمراض الدم الناتجة عن مهاجمة الجسم لنفسه، والعينات المستهدفة في هذا المجال هو عينات الدم فقط. القسم الثالث وهو قسم علم الأبصار، فقط العينات المستهدفة هي عينات الدم، ولكن في هذه الحالة البحث عن أمراض الدم الناتجة من الفيروسات المعدية. العلم أو القسم الأخير هو قسم الأحياء الجزيئية، وفيه يتم البحث عن الأمراض المعدية الناتجة عن الفيروسات، وهو بذلك تشبه نفس وظائف علم الأمصار.